الله يطول عمرك. الله يرضى عليك عبد الله الشهراني. عيونه تسلم عينه حبيبي. من ودك نقول له اليوم بكل حب؟ من ودي؟ ايه مستحيل كلهم اسماء. طيب من تحس؟ احس انا. والاحساس دائما ممكن يكون صح مو بصدق، وغالبا ممكن يكون خطا. ما فهمتك، الاحساس يصيب ولا يخيب؟ نص نص. انت في حياتك الواقعيه احساسك دائما يصيب ولا يخيب؟ الصدق. الصدق والله يصيب. يصيب. ابشرك انه خاب. مبروك العوده. الله يبارك فيكم. مرحبا. هذا ألف مبروك العودة لعبد الله وجمهوره ومحبينه وعائلته دائما في المقام الأول. عبد العزيز شمورك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟